أولا في البداية، يعني دعنا نتحدث عن معظم المراقبين والمحللين كانوا في من ناحية التصويت، كان هناك في لم يكن توقع بأن يكون هناك في إجماع ما بين 15 ل 16 قاضي على البنود الإجراءات التي طلبتها محكمة العدل العليا من إسرائيل في تنفيذها. إن كنت تذكر جزء كبير من المحللين كانوا يتوقعون أن تأتي مناصفة أو جزء، يعني وبدأ يحلل في تركيبة مجلس القضاء، وأنه هناك بجوز خلفية ال الخلفيات وبجوز دولهم تضغط عليهم. وبالتالي أعتقد أنه ما كان مفاجئ في محكمة العدل الدولية أنه كان أولا كان في إجماع كبير من قبل مجلس القضاء على بنود الاحترازية التي طلبوها من إسرائيل في قيام تنفيذها، فهذا كان رقم واحد مفاجئ. رقم اثنين، توقعات كانت، لم أجد أن هناك كانت توقعات تتوقع أكثر من ذلك. بالعكس، حتى قبل الأيام من المحكمة كان هناك خشية، لا أخفيك، من أنه لا تأخذ المحكمة شكلا الموضوع، خاصة ذهبت إسرائيل لأنه بعض البنود الشكلية أنها لم تتواصل بشكل كافي مع جنوب إفريقيا، وأن هناك طرف آخر ليس موجود وهي حركة حماس وهكذا، لكن هذا تم إغلاقه. أكثر ما كان مفاجئ أيضا انه كان متوقع، يتم التوقع بانه ان تذهب محكمه بقرار الايقاف فوري لاطلاق وقف اطلاق النار النار بشكل قرار فوري احترازي. والاحترازي. هذا ربما هو نقطه النقاش الذي حدث ما بعد قرار محكمه العدل الدوليه. ولكن قبل كل شيء دعنا ان نقول انه عندما منهجيا عندما تريد ان تحلل قرارات المحكمه يجب الا تخرج في اطار ما هي وظيفتها. بمعنى آخر، هناك جزء من المحللين ذهبوا بأن محكمة العدل الدولية هي الدولة ولديها جيش ولديها أداة تنفيذية. من 48 محكمة العدل الدولية تنظر في قضايا ترفع لها، يعني هي لا تخلق الحالة، لا تخلق حالة القضايا، ترفع لها هذه القضايا وتبت فيها. رفعت لها مؤخرا من جنوب إفريقيا في قضية اللي هي الإبادة الجماعية، وهي من أبشع الجرائم، وهي هذه نقطة تقدم من خلال جنوب إفريقيا، وهي نظرت إليها. وفي المسلك كانت أمام أمرين، إما أن تجزم، وهذا ما لم يحدث سابقا، تجزم أن ما تقوم به هي إبادة جماعية وتبت، أو لحين أن تبت تتخذ بعض الإجراءات وتدابير الاحترازية. كان المتوقع أو كان جزء لديهم أمل أن تذهب، خاصة أنه المجازر لا تخطئها عين، يعني مجازر كبيرة وشنيعة، وأساسا لم نكن نحن بحاجة إلى محكمة عدل دولية حتى نثبت أن هذه جرائم، يعني بعد أكثر من 110 يوم جرائم يوميا وترحيل الناس وتصريحات مقززة للمسؤولين الإسرائيليين وقتل الأطفال وكل هذه الجرائم التي لا تخطئها عين، لم يكن العالم بحاجة لأن تأتي محكمة العدل الدولية لتثبت. ولكن ضمن وظيفتها واختصاصتها أن تعطي الصبغة القانونية أو الصبغة الأممية على هذا الفعل بأنه جرائم دولية أو دخل في شبهة الجرائم الدولية.